إذن بشأن البيان الذي أصدره مجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق عن الذكرى 19 للغزو الأمريكي البريطاني للعراق، ينضم إلينا عبر الهاتف من إسطنبول الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق أحمد الغانم. سيد أحمد، مرحبا بكم. يعني أصدرتم في مجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق بيانا عن ذكرى الغزو الأمريكي للعراق، كيف ترون هذا الغزو على العراق اليوم؟ حياك الله سيد أحمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بالتأكيد كان الغزو والاحتلال الأمريكي الغاشم له أثر كبير على العراق والعراقيين، فمنذ أن غزت أمريكا وبريطانيا وبمساعدة إيران نسوء أرض العراق تحت حزوانية الحس الكاذبة لا صح لها، ثبت بطلانها لإحتلالها، حيث عادوا هؤلاء المحتلين جعل العراق مرتع للفساد. نعم. وكذلك الاقتصادي بالنسبة للثروات الوطنية والمال العام، بحيث أصبح جعل العراق ضيعة كبيرة تدار من قبل أجهزة النظام الإيراني مثل حرس الثور الإيراني وفريق القدس والاطلاعات الإيرانية. نعم. وجعل العراق مثالا للقتل والتدمير والترويع وسفك الدماء ومزيدا من الاغتيالات والاعتقالات الحقيقة وعمليات الخطف التي أطالت العراقيين. وكذلك كان هناك عدد كبير من النازحين، بل وصل عددهم إلى ملايين النازحين والتاركين لدورهم ومدنهم حقيقة بسبب الميليشيات الولائية والأحزاب العميلة الموالية لإيران. وهذا يأتي في تنفيذ المشروع الإيراني في التغيير الديموغرافي في المنطقة. هذا هو حقيقة، هذا هو حال العراق الذي بشرت به الإدارة الأمريكية بعد احتلاله. شيخ أحمد، قارنتم في البيان بين غزو الولايات المتحدة للعراق بالاحتلال الإيراني الجاثم الآن على صدور البلاد، ولكن هل ثمت علاقة مباشرة بين الاحتلال الأمريكي للعراق والاحتلال الإيراني الواقع الآن بغطاء من أحزاب العملية السياسية؟ نعم. الحقيقة سلمت أمريكا وحلفائها العراق إلى إيران على طبق من ذهب، حيث أكملت إيران بعد سلامها العراق مشروع تدمير العراق وأضعافه عبر أدواتها ومجرميها من الميليشيات والأحزاب المتسلطة على رقاب العراقيين. الحقيقة ولم يجلبوا للعراقيين سوى أبشع أنواع جرائم الإبادة ضدهم. وهذه حقيقة محاولة لإركاع وخضوع الشعب العراقي للمشروع الاحتلالي. لقد أتاحت أمريكا المجرمة المحتلة العراق لإيران الثأر من العراقيين الذين ذاقوهم مرارة الهزيمة والذل والعار في حرب الثمان سنوات، وذلك بمنح إيران الضوء الأخضر للعبث بمقدرات العراق والعراقيين وجعل العراق ينزلق في العنف الطائفي، وخاصة كانت أوج العنف الطائفي هي عامي 2006 و2007، وهذه الحقيقة تعتبر من الجرائم البشعة في التاريخ العراقي المعاصر. شيخ أحمد، إذا ما تحدثنا عن الميليشيات، كما تعرفون أن الاحتلال الأمريكي للعراق أعطى ذريعة للأحزاب الموالي لإيران بتقوية ميليشياتها أو إنشاء ميليشيات جديدة، لكن السؤال المطروح، ما أثر وجود هذه الميليشيات على استقرار أمن العراق؟ طبعا الحقيقة الاحتلال الأمريكي الغاشم للعراق ترك مخلفات ما زالت باقية للحد الآن في العراق متمثلة بالميليشيات والفاسدين والقتلة الذين يعبثون في أرض العراق، يعبثون فسادا وينشرون ظواهر اجتماعية من خلال الحقيقة استهداف المنظومة الأخلاقية والاجتماعية للمجتمع العراقي، وهذه ظواهر الحقيقة خطيرة وغريبة على المجتمع، فضلا على تنصيبه ثلة مجرمة من الجهل المتخلفين لتنفيذ مشاريعه. هذا ما يخص الاحتلال، حيث أصبح العراق اليوم منطلقا لمشاريع الإجرام والإرهاب والممول والداعم لأنشطة الميليشيات التابعة إيران في المنطقة. وهي التي تهدد ليس فقط استقرار العراق، هذه الميليشيات ليس بس يعني تهدد فقط استقرار العراق، بل تهدد الأمن الإقليمي والدولي والسلم الأهلي والعالمي، وهذا الحقيقة ما يريده الاحتلال من هذه الميليشيات الموالية لإيران في العراق والمنطقة. شيخ أحمد، على المستوى الاجتماعي كيف ترون أثر الاحتلال الأمريكي على المجتمع العراقي؟ هل نجح في بث الطائفية بين المجتمع الواحد؟
بالتأكيد بالتأكيد كان هناك الحقيقة بث كبير للطائفية في العراق، وله أثر أيضا على المجتمع العراقي، فكان هدفه الحقيقي هو من خلال زرع الطائفة وتدمير العراق وقتل شعبه ونهب ثرواته وتقسيمه إلى كيانات ضعيفة مبنية على أسس طائفية وعرقية. فإيران وعملائها الذين تسلطوا على الرقاب العراقيين أكملوا مشروع الاحتلال الأمريكي في تدمير العراق وإضعافه من خلال زرع الفتنة الطائفية التي أوجدها المحتل من أول أيام الاحتلال، من خلال تشكيل مجلس الحكم الطائفي، وكذلك من خلال دستور الحقيقة الأعوج الذي لا يمثل الشعب العراقي وإنما يمثل طائفة محددة فقط. من اسطنبول الأمين العام لمجلس عشائر العراق العربية في جنوب العراق الشيخ أحمد الغانم، شكرا جزيلا لكم.